السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم وصفه شتويه بامتياز كما كتشوفوا. اليوم غادي ندير معكم الحمص بالكرعين ديال البقري، كيجيو بنان بزاف بواحد الطريقه، كيجيو بنان، كيجيو معلكين كما كتشوفوا، يعني كيجيو لذاذ بطريقة سهلة وبسيطة، ولكن كيجيو البنة ما نقولكمش. بقاو معنا حتى اخر الفيديو باش نتعرفوا على المقادير. المهم البنات، انا عندي الحمص هكا مرطب، عندي هنا الزبيب درتو في الماء هكا يرطب، وعندي هنا الكرعين ديال البقري كما كتشوفوا منقيين ومغسولين، عندي هنا واحد الربطة ديال المعدنوس، عندي هنا بصلة كبيرة مشلدة، وعندي التوابل، عندي هنا واحد المربع ديال ضامة البنة ديال البقري، عندي هنا الخرقوم، سكينجبير، القرفة، الفلفل الكحلة، وشوية ديال الملون غذائي. وهنا البنات خديت الكوكور، درت فيها شوية الزيت، متكثرش الزيت، ديرو غير شوية، راكو عارفين الكرعين كيكونو ميدمين ديال البقري. درت البصلة هكا تشحر واحد شوية، غادي نضيف عليها الكرعين، شحال غير شويه واحد شويه البصله، ونضيف الكرعين. راكو عارفين الكرعين اللي ما فيهم ما غادي يتقلاو. صافي البنات، هنا غادي نضيف الكرعين بهذا الشكل. صافي هنا راني هزيت الكوكوت، قلبتها بحال هكا، يعني قلبتها باش ديك البصله يا غادي الكرعين دخل معاهم ديك البصله بحال هكا، ما تبقاش غير تحت لاصقه ما تحرقش لينا. صافي المهم انا هنا عندي رجل وحده ديال البقري، غادي نضيف توابل كامله، غادي نضيف داك المربع ديال التنور، صافي غادي نضيف الحمص وغادي نروي بالماء طايب. صافي هاني ضفت الحمص، ضفت هذا الربطه ديال المعدنوس، نتوما الا بغيتو تقطعوها رقيقه تقطعوه، وغادي نروي بالماء طايب، والزبيب حتى يدخلوا الطياب يعني حتى يطيب عاد نضيفه باش غير يتعسل فيه. وصافي نديروا الماء حتى يطلع هكا فوقو، وعارفين الحمص كيشرب. صافي غادي نسد عليها ونخليها واحد نص ساعة، عاد ونحل عليها نشوفو إلا مازال خاصها طياب غادي نردو نقفلو. وهنا يا البنات كما كتشوفو راه دخلو الطياب، حليت عليها الصراحة كي باين يا غادي يجي زوين وغادي يجي معلك. هنا غادي نضيف الزبيب وصافي، غادي نعاود نسد عليها على ما تجمر لينا، غادي ندير فوقها واحد المغرف ديال السنيدة وغادي نخليه يتجمر مزيان يتعسل. وصافي البنات هنايا كيما كتشوفوا راه طايب واجد، يعني طايب مزيان، حتى العظم طاح على اللحم الصراحه جا واعر، يعني هادشي اللي كيليق في هاد الوقت ديال البدر. راكو عارفين الحمص هكا مع الكرعين مع الراس معاك الصراحه كيجي زوين وكيجي بنين بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه ديالي تعجبكم ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا ما درتش التوابل بزاف بزاف، ما درت لا كمون لا تحميره لا والو، باش ما يغطيش علينا على داك لوغو ديال الكرعين والحمص. المهم كيجي بنين، وديك الحلاوه تاع الزبيب صراحه جا مذاق، يعني واحد المذاق كيجي بين الحلاوه والملوحه كما كتشوفوا، راه جا معلك جا خاطر، غير كما كتشوفوا غير الصوره غتعطيكم الخبر. وصافي البنات هذا هو الطبق ديالنا النهائي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه راه ناجحه، وكتجي كيجي يعني بنين، كيجي خاطر ومعلك، كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه وينال الاعجاب ديالكم. المهم بقاو معنا حتى اخر الفيديو، غادي نخرجوا ندير نضرب بكم واحد الدويره مور الغدا ان شاء الله في العشيه. هنايا غادي نمشيو من جهه البحر، نمشيو نطلعوا في واحد الطوري ديال هنايا هاد البلاصه. بقاو معنا حتى اخر الفيديو، نتمنى تستمتعوا معنا في هاد الخريجه البسيطه. هنايا راحنا خارجين كما كتشوفوا،
الليل هنا كان قريب فايت المغرب، الاضواء كلشي مشعوره، وعارفين راس العام كيكون الاضواء بزاف، كيكون كلشي مشعول، كتكون الدعوه زينه الصراحه. ولكن مع هاد الجائحه راك عارفين الصراحه، هاد العام جا ناقص بزاف. صراحه كيديروا هاد الاضواء كيكون زعما الجو زوين، كتكون الخرجه هكا في الليل كتجي زوينه، واخا حنا ما عندناش حتى شي علاقه بالاحتفال ديالهم وداكشي، ولكن داكشي كيجي زين. من هنا صافي وصلنا من جهه البحر، هنايا كنت نصور لكم اجواء كي دايره، كما كتشوفوا الدعوه خاليه ما كاين حتى واحد، واخا كان مازال الحال بكري ولكن الدعوه خاليه تخوف الصراحه. الاعوام اللي فايته ما كانش الدعوه بحال هكا، نطلبوا الله يحن علينا ويرفع علينا هاد الوباء يا ربي، وتولي الحياه لطبيعتها. كما كتشوفوا حتى القهاوي خاليين، القهاوي ما كاين حتى واحد. المهم غادي نطلعوا في هاد البنايه اللي كتشوفوا العاليه، غادي نصور لكم فيها الداخل. هنايا راه كان على الشاطئ البحر، ولكن كما كتشوفوا ما كاين حتى واحد، الدعوه خاليه صراحه. نطلبوا ربي يحن علينا ويرفع علينا هاد الشيء. كما كتشوفوا شحال عالي العلو ديالو، صورت لكم من برا. غادي نطلعوا لهي ها فين كاين داك الضو وفين كاين داك الشباك بحال هكاك، تما غادي نطلعوا. صافي من هنا كنا طالعين، عنده الدروج، عنده واحد الدخله هكا، عنده الباب كتطلعي في الدروج. وهنايا في هذا الداخل كاين في هاد الطبقه دايرين هاد الديكورات بحال هكا، شوفوا من السرجم يعني الفوق كيفاش كيبان الجو لتحت على برا. صراحه كيبان واحد المنظر واعر على برا من جهه البحر. غادي نخرج برا من جهه داك الباركو داك الشباك اللي تما، غادي نصور لكم الاجواء كي دايره برا. هذا السقف ديالو دايرينو على هذا الشكل، هاد الديكورات بحال هكا. صافي هنايا راني خرجت على برا في داك الشباك اللي راه من هنا. هنايا كما كتشوفوا الغروب ديال الشمس كيفاش كيبان لهيها فوق البحر، ديك البلاصه راه البحر، وداك راه الغروب ديال الشمس كيبان عاتي واحد اللون، واحد الديكور اللي هو واعر. هاد الجهه البحر كما كتشوفوا الباطويات كاينين، ولكن الطريق خاليه. المهم الدخله دخلنا غاتويت يعني فابور باطل، ما عرفتش واش دائما الدخله باطل ولا غير حيت ما كاين حد. المهم حنا دخلنا الدخله باطل، ولكن ما عرفتش قلت لكم واش دائما كتكون الدخله باطل ولا غير من ما كاين حد وصافي دايرينها باطل. وكيدخلوا بخمسه يعني، حتى يخرجوا اللي يدخلوا الاول عادي يدخلوا الاخرين. وصافي هنا كنا خرجنا، صورت لكم من برا شحال عالي الصراحه. ملي كتكونوا الفوق كتجيك الدوخه صراحه، ولكن كيبان برا المنظر زوين. المهم كنتمنى الجوله ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم كاملين على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر او شي جوله اخرى، ومع السلامه.